الناس اللي مخرجين من المدارس نلتزم باللي يخرج منصب تاعو موجود. يقارب 20 مليار دولار يعني هذه رجعناها. المال مخزن كيلكو بار في ليكاب ولا في كذا، أنا معاه. وعنده حل آخر، واحد عنده طيارة خاصة، واحد ينوض على 5 تاع الصباح باش يصح له صاشي تاع حليب. لازم الرقمنة باش نوصل نعرف ما هي العائلة اللي عندها دخل واحد. يجي النهار وين لانيميريزاسيون تكون والشيء المستور يتكشف. عزيز قدرة شرائية تاع المواطن. نرفع مرتبات سنويا. أنا عمري ما ضحي بإطار لأن الناس تنتقدوا فيه. انفستير اون الجيري سي با الي ا لافونتور. سي ان انفستيسمون سيور. مع أوروبا علاقات موجودة وتزيد تتقوى. ما تجيش اليوم يعني تدخلني في إطار ضيق تأشيرة ما تأشيرة، علاقات أخرى. نمشي للروس، نمشي للصين كذا. في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى أن تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل الأمم المتحدة. احنا لازم يعرفوا الجزائر مليح، لما تكون شي حاجة الشعب الجزائري أولى بالمعلومة. كون كانت في وساطة أنا نقولها للشعب الجزائري وما ندرجها.